احنا راديو الغد، عندنا برنامج اسمه برنامج بصمة، يجمع الناس المواطنين الكرام بالمسؤولين الكرام. يعني معقولة صار 7 سنوات من رجعة العالم لحد الآن شوارع ما تملطت، لحد الآن المجاري ما كملت، لحد الآن كهرباء ما كملت كامل، يعني خدمات ما بيجي يريد السيد القيم مقام دون المستوى المطلوب. المجاري ما بيجي يمكن 2011 بلشت، وانا 23 صار 12 سنة. شكرا، السيد القيم مقام انت جاب له مسؤول المجاري، نعم. فالبيجي بيها مشروعين من المجاري، مشروع الشبكات ومشروع المحطات. مشروع الشبكات العام بشهر العاشر عام 2022 كمل وتم استلامه من قبل دائرة المجاري، وبقى مشروع المحطات قيد التنفيذ وهسه واصلين في مرحلة 90% تقريبا، وعلى أساس بشهر 12 أو الواحد يسلم. الإنجاز بطيء جدا بيش بحيث لو تقيس مستوى الإنجاز فقط صب رصيف ما يعادل 40 متر يوميا، ما معناها احنا راح نقبل 2027 حتى نكمل هاي الشوارع اللي موجوده واللي هي تعتبر شوارع راقيه ضمن الخطه. صار توسعه هو من 40 متر الى اكثر من 52 متر. مرت بخطوط الكهرباء، خطوط الاتصالات، خطوط المجاري، خطوط المحايا، كلها لازم نرفعها ونحول خطوطها، هاي تدري تاخذ وقت. مدرسه نعم في منطقه المصلقه، هل تعلم انه بها معلم واحد هو مدير وهو معلم لكل الدروس بحيث يعطي كل الدروس؟ معلم واحد انا ابتدائية متوسط. نعم انا زرتهم قبل فترة 10 ايام يعني عن طريق الصدفة ولقيت هذه المعضلة، فانا كنت ناوي اجيك بشكل شخصي. الفتحة معروفة. اي نعم صحيح. يعني قرب عليك مثل ما قال السيد القائم مقام، ملاكاتنا كلها تقريبا خارج الاقليم وحتى بتكنيك، يعني بتكنيك هذه اللي قريبه علينا. معلم واحد بها فقط. ما عندنا صلاحيه نسحب هاي الملاكات الى داخل القضاء، هاي صلاحيات المديريه وصلاحيات الوزاره. انا متحدث انطيت قبل شهرين بحادث سيء ضحايا اثنين وثلاث مكاسير، ليش؟ لان المقاول ما خلى اي نوع من السلامه، ما اجى على ابو مرور حتى يتعاون وياه. المرور الموجود ولا السيد القيم مقام ولا البلديه، واحنا هسه تقريبا بال 200 حادث صار عندنا في قضاء بيجي. اذا تجي تراجع مستشفى بيجي الحوادث كثير، مشات ومطبات كلها مقترحه. احنا في الزياره الاخيره للمحافظ صلاح الدين طرحنا عليه 4 جسور. نعم مشات اخذت بالحسبان وراح تدخل ضمن المشاريع. شكرا. راح ناسس عليه 4 جسور. شكرا. احنا ما نعرف من المقاول ولا نعرف الشركه المنفذه ولا نعرف الكفر المبلغ المصروف ولا نعرف يعني بدايه التسليم مالها، يعني استلام المشروع وتسليم. شكرا لراديو الغد على هذه المبادره، انها مبادره رائعه جدا، خلت شفافيه بالموضوع بين المسؤولي ومدراء دوائر قضاء بيجي، مباشره يتواصلون مع المواطنين يعني لبيان ما في قلوب المواطنين، يعني شقد عندهم مشاريع، شقد عندهم مشاكل، كلها طرحوها بشكل مباشر مع السيد قائم مقام بيجي ومع مدراء دوائر بيجي، وعن المشاريع اللي عامله المشاريع المتلكه. المشاكل متنوعه بين الكهرباء والتعويضات والمجاري والتربيه فيما يخص المدارس، حقيقه توصلنا هناك بحضور السيد القائم مقام الى بعض الحلول والمناقشات مع المواطنين، وان شاء الله في الايام القليله القادمه تكون هناك حلول انيه لهذه المواضيع التي ذكرها المواطنين. نعم. حقيقه اليوم حضرنا ندوه برعاية راديو غد بحضور الأخوة مدراء دوائر بيجي وأهالي قضاء بيجي، وكانت باسم بصمة الطروحات من قبل المواطنين، استمعنا لها جاوبنا على الذي ممكن إجابة عليه، وأيضا تبنينا حلول إن شاء الله، نتبنى حلول ما لم نتطرق إليه أو لم يتم حلوله مسبقا. طبعا مثل هذه الندوات هي حافز وايصال صوت المواطن الى المسؤول، وهاي طبعا احنا نشجع عليها. منذ سابقا احنا قدمنا هذا المقترح للمواطنين بحضور مثل هذه الندوات مع مدراء الدوائر من اجل معالجه كل الاخفاقات الموجوده في العالم. الكتب المدرسيه الطلاب يعني قاعد يعانون من الكتب المدرسيه، كتب قليله او ماكو، خاصه الاول متوسط ثانوي ما ادري يعني تدرس محاضره. Thank you.
الحقيقة هو هذا اليوم اجتماع خير واجتماع من خيرة يعني مدراء الدوائر في بيجي وسيد القي مقام وبرعاية راديو الغد اللي احنا يعني نشكر جزيل الشكر انه قام بهذه الاحتفال او هذا اللقاء او هذه الندوة. والحقيقة جرت طرح عدة مشاكل من ضمنها التعويضات والتعويضات المتلكئة، التعويضات بشقيها اللي هي اكثر من 30 مليون في بغداد واللي 30 مليون اللي هي في محافظة صلاح الدين. احنا من زمان نشكركم يعني حقيقة راديو متواصل ويا المواطن وصوت المواطن هو قبل ان يكون صوت للحكومة، لهذا السبب احنا نطالبهم بالمزيد لان حقيقة اكو حلول يعني من خلال المناشدات قاعد توجد حلول من خلال هذه المناشدات، فنتمنى انه تكون دائما لكم زيارات لهذا القضاء المنزلي. احنا كنا نتامل مسؤولين المحافظه يجون، لان احنا مسؤولين يوميا نجعلهم فاتحين بوهم الناس، نراجعهم يستجيبون مدراء الدوائر قائم مقام فاتح البوم، بس كنا نتامل اصحاب القرار اللي هو من المحافظه وجاي يجون يسمعون مشاكلنا.